ثم جاء اليوم الاول من رمضان وانتصف النهار وبدا دودي يشعر بالجوع والعطش جدتي انا متعب جدا اريد ان افطر حسنا يا دودي ولكن اولا اريد ان اسالك سؤالا هل تريد ان تفوت على نفسك الجوائز م? ماذا تقصدين يا جدتي ايه جوائز جوائز الصيام لقد وعد الله عباده الصائمين بالعديد من الجوائز فقد اعد لهم بابا خاصا بهم يدخلون منه الى الجنه يسمى باب الريان وسيجزيهم عليه حسنات كثيره لا يعلمها الا الله اتقصدين ان الصيام ككنز من الحسنات نعم يا حبيبي هو كذلك ومن هذه الجوائز ايضا اجابه الدعاء لذلك عليك ان تكثر من هذه العباده في رمضان نعم نعم سادعو لك يا جدتي فانا احبك كثيرا وسادعو لابي وامي ايضا <applause> بارك الله بك يا حبيبي وهل هناك جوائز أخرى للصائم يا جدتي؟ نعم، فالصوم مغفرة للذنوب وحماية من المعاصي وأخيرا فإن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك وهي أجمل عند الله من رائحة أجمل العطور والآن هل لازلت تريد أن تفطر؟ لا, لا يا جدتي لن افوت كل هذه الجوائز وساكمل صيامي اذن المغرب واجتمعت العائله حول مائده الافطار واسرع دودي يريد ان يبدا بالاكل فاوقفته جدته انتظر قليلا يا دودي أوه، لماذا يا جدتي انا جائع جدا اعرف هذا يا حبيبي ولكن دعنا نردد اولا دعاء الافطار حسنا اللهم إن اني لك صمت وعلى, وعلى رزقك رزق افطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله والان يا دودي ابدا اولا بالتمر والماء اقتداء بسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاضر يا جدتي اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه مع السلامه